انت قاعده قدامي وانا بسالك، كام عرض زواج جالك يا شيرين؟ وليه مش عايزه تتجوزي؟ ما جاليش عروض كتير بجد؟ والله ما جاليش، يعني انا المفروض اصدقك؟ ما جاليش عروض جواز، يعني اتجوزت مرتين وبعد المرتين دول ما جاليش عروض جواز. طب ما وصلتش من حد لعروض الزواج القليلة، ليه رافضة بقى فكرة الزواج؟ سيبك من العروض والرفض. اللي يعني أنا حاسة إن أنا ما نجحتش في المرتين، فليه أجرب تالت؟ طب هل يعني تقدري تقولي إن العيب فيك أنت؟ يمكن أنا ما بعمرش. ده إيه في صالح اللي مع النفس ده؟ يمكن ما بعمرش، يمكن ما أعرفش أدي الراجل اللي هو محتاجه في الجواز، إنه أنا أبقى أنا صريحة ودغري، محبش والحياة عبارة عن كده. تقولي لي ما بتجيليش عروض؟ ده الحلقة دي لما تتعرض وجمالك وحلاوتك اللي أنت قاعدة بيها قدامي دي، شوفي كم عرض هيجيلك. بس بيقول لنا هيجيلي فين؟ خليهم يجوا أنا يخطبوكي مني. قولي لهم روحوا للعرافة. روحوا للعرافة اخطبوني مني. طب إيه مواصفات فتى أحلامك القادم؟ سيبك من اللي فات، بعد ما اتلسعتي من الشوربة وهتنفخي في الزبادي. إيه مواصفاته؟ لازم يستحملني. أي نوع بقى من الاحتمال؟ عصبية؟ مودية؟ أنا مودي جدا. مودي؟ أنا مودي جدا. وبعدين أنا بحب شغلي جدا. بس أقول لك على حاجة بجد، المفروض العرافة ما بتعملش الحاجات دي يعني. بس أنتِ نضقتي جدا في التمثيل. جدا. أقول لك حاجة، أنتِ أول ما طلعتي كنتِ يعني كفتة. كفتة. والله العظيم أنا همسني وأقول أقول لها ولا ما أقولهاش. لا كفتة طبعا. كنتِ كفتة في البتنجان. بس دلوقتي قمة. علشان بحب اللي انا بعمله. انا اول لما ابتديت مركزه ما كنت جدا عشان مركزه. اول لما ابتديت ما كنتش عارفه انا بعمل ايه، مش عارفه انا عاوزه اعمل ده ولا لا. وقفتي فتره طويله عشان بنتي، عشان لازم بيبقى عندها ام، يعني انا وابوها انفصلنا، ده مش ذنبها، فلازم يكون عندها حد من من اهلها موجود معاها. حد من الطرفين. طبعا امي كانت موجوده وعندها ناني وعندها ناني تانية، بس ده ما يمنعش انه لازم الام برضه تبقى موجوده. ما الشغل بتاعنا بياخد الواحد ويروح بيه بقى بالساعات والايام والشهور. فما كانش ينفع اعمل فيها كده. كان برضو والدها يعني برضو موجود؟ طبعا. كانت على طول بتروح له، تبات عنده. يعني انا فاكره أن اول مره راحت تبات عنده كانت اول مره تبات بره البيت. الكلام ده قبل ما تسافر بس عشان الناس ما تتلخبطش. وهي صغيره قوي. اول مره تروح تبات عنده كان عندها بس 4 سنين 5 سنين حاجه كده. كنتش بخليها طبعا تبات في اي حته، لان حتى لو عند ابوها او عند امي لا، ما اقدرش اسيب بنتي. فقعدنا انا ونوال مش عارفين ننام، يعني انا مش عارفه انام وهي مش عارفه تنام، مش قايلين لبعض. مره واحده انا خرجت بره قالت لي انت مش عارفه تنامي؟ مش عارفين ننام ان نور مش في البيت. نوال. مين نوال؟ نوال كل حاجه في حياتنا احنا. هي اللي ربت نور وهي كل حاجه في حياتنا. وانبسطت نور معايا لما راحت ولا هي برضه هما الاثنين كانوا مش فاهمين، مش عارفين يتعاملوا مع بعض قوي. كل شويه يتكلموا، طب هي بتاخد ايه، طب هي بتاكل ايه، طب هي بتنام ازاي، طب هي بتلبس ايه. يعني كان في الاول لخبطه. لخبطه. طيب لحد ما تعودنا بقى كلنا.